في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالمنا المعاصر والتحديات الناتجة عن تداعيات العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات، نظمت كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي محاضرة بعنوان كيف نحمي عالمنا الإلكتروني. ركز فيها المتحدثون حول أهمية استخدام التكنولوجيا وسبل التصدي للمخالفات الإلكترونية وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا من جرائم المخدرات والأفكار المتطرفة والإرهاب. وقدم عدد من ضباط الأمن العام المزيد من الإيضاحات حول مفهوم الأمن الشامل، خاصة في هذا الوقت الذي برزت فيه أشكال عديدة للجرائم المنظمة التي أفرزها الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها. اليوم كان عندنا ندوة بعنوان لنحمي عالمنا الإلكتروني، تحدثنا عن جرائم الإلكترونية، التجنيد الإلكتروني والإرهاب، الفكر المتطرف والوئام بين الأديان. الهدف من هذه المحاضرة ليكون توعية لمؤمنينا ولأبناء الكنيسة عن أهمية استخدام التكنولوجيا، هذا العالم الجديد اللي دخل على حياتنا البشرية ومجتمعاتنا، لازم أيضا نتصدى له كالجرائم العادية الاعتيادية. في هناك أيضا جرائم إلكترونية، كيف نحمي أنفسنا منها، كيف نعالجها، وكيف أيضا نحمي أنفسنا وعائلاتنا من الأفكار المتطرفة والإرهاب. اليوم كانت فرصة فعلا لنعرف هاي الأفكار، إنه بالأشياء الصغيرة اللي منعيشها لازم نكون أيضا حذرين بكل وسائل الاتصال الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم اليوم لتغطية هاي المحاضرة، ونشكر الرب على كل نعمة وعطية باطنة.